بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درسنا اليوم بعنوان الوكالة. شو يعني هلأ لما أحكي كلمة وكالة؟ نحكي وبنسمع كتير أوقات وكلت فلان يعمل لي هيك، وكلت فلان يجيب لي هيك. فشو معنى الوكالة؟ الوكالة هي عقد يفوض به طرفا آخر، واحد فوض الثاني بأمر معين للقيام عنه بعمل جائز معلوم، ويكون بعوض مالي أو بغير عوض. إذا لازم عقد الوكالة يكون واحد طرفين، واحد بفوض الثاني بأمر معين بمهمة معينة يقوم فيها، لكن شرط هذه المهمة أن تكون ماذا؟ جائزة ومعلومة واضحة معروف شو هي. جيت أنا بدي أوكل فلان اعمل لي هيك، جيب لي والله من السوق كذا، هذا توكيل، أنا وكلته يجيب لي. إذا هو قام بالعمل نيابة عني، لمين قام في هذا العمل؟ لأجلي أنا. إذا كان هي الوكالة، جيب لي غرض معين من السوق. ممكن هو جاب لي هذا الغرض، أنا وياه اتفقنا. هلا طبعا لازم يكون الاشي اللي بدي اوصيه عليه هو اشي جائز شرعا. هل ينفع اوكل واحد والله يشتري خمر؟ ما بنفع، ليه؟ لانه هذا الامر غير جائز شرعا. تمام، بنفع اوكل واحد يروح يشتري دخان؟ ما بنفع، لانه غير جائز شرعا. اذا امور جائزة، معاملة جائزة، واوكل فلان يعمل لي معاملة ربا، لا بصير. لازم يكون العمل جائز ومعلوم. مش يا فلان انا بدي اوكلك بمهمة بعدين بحكي لك عنها، بدي اوكلك بإشي تعمل لي اياه، روح عند فلان وما عليك. طب شو بعد ما اروح عند فلان شو بدي اساوي انا؟ هو بدي اوديه اشي، هو انا بدي اجيب لك من عنده اشي، هو بدي اروح اساعد فلان بإشي. لازم اكون على بينة من الاساس، اكون على عارف، عشان اذا انا والله هذا الامر بناسبني انا وافقت عليه، ما بناسبني ما بوافق عليه. فلازم الأمور تكون دائما كلياتها واضحة وأمور صريحة. قد يكون إني أنا وكلت والله عادي من باب زمالة، من باب صحبة، من باب أخوة، من باب وعمل لي الأمر اللي أنا بدي إياه وخلص وانتهى الموضوع. وقد يكون هذا الأمر إيش؟ لا، بدي أعطيه مبلغ مالي، يعني عوض، بدي أعطيه مال مقابل إنه هو أدالي هذا الشغل. شكرا لك إنك عملت لي هيك، هاي أجرتك. تمام، إذن هذا هو معنى الوكالة. الوكالة هي عقد ماله مشروع، أمر شرعه ربنا سبحانه وتعالى. هل هذا الأمر هو انوجد في الإسلام؟ هو انوجد قبل الإسلام، وفي عندنا دليل على ذلك ومثال اللي هي قصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف لما هم استيقظوا من نومهم الكهف بعد النوم اللي ناموه، إيش عملوا؟ فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه، حكوا إنه بدنا نبعث واحد بهاي الورق، المال اللي موجود اللي متوفر معاهم. ليش؟ إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. يعني روح نبعث واحد بهاي الأموال، نعطيه المال اللي يشتري لنا فيه الأغراض، المال اللي معانا، واحد نوكله عنا إحنا إنه يروح يشتري لنا الطعام من السوق. إذا هاي هي وكالة، أنا وكلت فلان. ولما إجى الإسلام، هلا الإسلام كل إشي كان موجود في القديم وفي الجاهلية لغالة، في أمور من الأمور الحسنة من الأخلاق الحميدة، بالعكس أثنى عليها، يعني تركها الإسلام مثل ما هي وأثنى عليها وعلى من يفعلها. فمن هاي الأشياء اللي هي الوكالة. الرسول عقد الوكالة، وكل مين؟ عروة بن الجعد أن يشتري له بدينار شاء. أعطى الرسول دينار وقال له يشتري له بهاي الدينار شاء، فاشترى له عروة بن الجعد هذه الشاء. إذن كمان الرسول عليه الصلاة والسلام تعامل بالوكالة. ليش ربنا سبحانه وتعالى جعلها مشروعة ومباحة وما حرمها مثلا حرم الربا؟ كان الربا في الجاهلية، لكن لما اجى الاسلام حرم الربا.
ليش ربنا سبحانه وتعالى ما حرم الوكالة؟ ليش بالعكس يعني هي أثبتت في القرآن الكريم؟ ليش؟ لأنها تيسر على الناس أمور حياتهم، بتيسر علينا. يعني ممكن الواحد يكون هو ما بيقدر يعمل بعمل معين فبيوكل غيره، فهذا الإشي من باب التيسير على الناس وسد حاجاتهم رفعا للحرج عنهم. يعني لو واحد مثلا هو ما بيستطيع الحركة، هو مريض بده أمر معين من السوق، طب ما هو مريض مش قادر ينزل، شو بيعمل؟ بيوكل حدا هو اللي يشتري له إياه. لو كان حرام كان هذا إيش بده يصير؟ كان بده يصير حرج عليه ومشقة عليه، هو إنه هو مضطر يعمل شغلته بإيده بس، ممنوع ولا حدا يساعده. أيضا تعد الوكالة من باب التعاون على البر والتقوى، طالما هي عمل جائز ومعلوم زي ما حكينا إشي جائز شرعا، إذا هو من باب التعاون على البر والتقوى، وهو ما يؤدي إلى زيادة المودة والتراحم والتلاحم بين أبناء المجتمع. بالعكس، فلان بيعمل لي خدمة أنا بصير بدي أساعده، فبصير المجتمع كل واحد بده يساعد الثاني، هذا ساعدني زي ما أنا كنت بحاجة، عارفة إنه فلان هلأ هو بحاجة مساعدة راح أروح أساعد فلان، وهكذا فبنتشر بين هذا المجتمع، بصير مجتمع ماله متحاب مع بعض. متى ما كان المجتمع متآلف متحاب مع بعض، إذا أصبح هذا المجتمع قوي متماسك. نتحدث الآن عن صور لهذه الوكالة، يعني إيش هي، بشو ممكن تكون أمثلة على هذه الوكالة. أولا التوكيل في البيع والشراء. شو يعني توكيل في البيع والشراء؟ وهو أن يوكل طرف طرفا آخر بأن يبيع أو يشتري له شيئا ما. واحد وكل الثاني إنه يشتري له إشي، وهذا الأكثر إشي إحنا متعامل يعني في بيناتنا، متداول كثير بيناتنا. واحد راح الدكان جيب لي معك هيك، واحد نازل على السوق جيب لي معك هيك، بدي أنا من السوبر ماركت هيك، وهكذا. هاي هي بنتعامل معها فيها إحنا دائما وتلقائيا بشكل شبه يومي. الصورة الثانية اللي هي التوكيل في الزواج. ممكن في حالات مثلا واحد يكون الأب مسافر والبنت بدها تخطب بدها تتزوج، طيب والأب مش قادر يجي، ايش بيعمل الأب؟ ببعث وكالة مثلا لابنه الكبير، فوكل ابنه يقوم هو بهذه المهمة بداله، لأنه لازم انه يكون مثلا ولي أمرها هو موافق على هذا عقد الزواج. طب ما ولي الأمر مش موجود، شو بدنا نعمل؟ ما نعمل الإجراءات، ما يتم عقد الزواج؟ لا، بيتم عن طريق اللي هي الوكالة، بيبعث ولي الأمر اللي هو الأب، بيبعث وكالة لابنه لأبوه لأخوه لأي حدا، بيبعث هذه الوكالة حتى يقوم هو بإجراءات عقد الزواج. الأمر الثالث هو التوكيل في الأضاحي والهدي. يعني في الأضحية أحيانا الواحد إذا بده يعمل أضحية هو برضه في بلد تاني، أو هو في هذيك البلد مش ما عنده استطاعة، ما بيعرف فيها حدا، ما يعني ما ممكن حدا يساعده، ما يعني في أسباب كتير، فهو بده يعمل هذه الأضحية. ممكن هو موجود لكن هو مش قادر يطلع هو يشتري الغنم، إنه هو اللي يذبح الخروف، هو مو قادر، فبيوكل حدا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح الهدي والتصدق بها، حكى لعلي الهدي اللي هي الأنعام يعني، فحكى الرسول عليه الصلاة والسلام إنه علي بن أبي طالب هو وكله في ذبح هذه الهدي وإنه هو يتصدق فيها. ممكن في ناس أحيانا ممكن هي بدها تذبح تتصدق لكن هي ما بتعرف ناس محتاجة، فبتوكل حدا، بجيب حدا بقول له انت بتعرف؟ والله بعرف، والله في كم عيلة مستورة هي، تمام ممكن توزع لي هدول عليهم. اذا انا وكلته في التصدق بهذه الاضاحي. الصورة الرابعة وهي التوكيل في الحج. اذا كان انسان مريض مسن لا يستطيع ابدا هو السفر، فايش بيعمل؟ بيوكل حدا مكانه، ممكن هو قادر ماديا لكن ما عنده استطاعة بدنية، فايش بيعمل؟ بيوكل حدا انه
يروح يحج عنه، يؤدي هذا الحج عنه، سواء كان هذا الإنسان لا يستطيع السفر أو هو كان مريض مرض لا يرجى شفاؤه. يعني واحد والله مثلا في هاي الفترة هو انكسرت إجره، في هاي الفترة صار معاه مثلا عمل عملية دخل المستشفى، هل هذا مريض بيقدر يوكل حدا يحج عنه؟ لا، لأنه هو فترة مؤقتة، هاي المرض اللي هو فيه إشي مؤقت وراح يرجع مرة تانية، يعني إن شاء الله إنه هو بتشافى منه وبعدين بيرجع بيحج لما يتشافى هو بصحته، مو مضطر هلا عشان إجره مكسورة إنه هو يروح يوكل حدا للحج عنه هو قاعد، أو مثلا لأنه هلا هو عامل عملية، أو لأنه هو بغض النظر هو هلا إشي مؤقت. لكن إنسان مريض مرض لا يرجى شفاؤه، يعني إنسان مثلا مشلول عنده شلل، طب هذا المشلول إذا استطاع إنه يوكل حدا عنه وين الغلط؟ عادي، بالعكس هاي من باب حكينا التيسير على الناس ورفع المشقة عنهم. الصورة الخامسة وهي التوكيل في المحاماة، وهاي بنشوفها كتير، إنه واحد بيوكل محامي إنه يدافع عنه أمام القضاء، لكن هاي متى تكون جائزة؟ بقصد الدفاع عن الحق. لكن واحد عارف إنه فلان غلطان والغلط راكبه من ساسه لراسه، وبرضه برضى إنه يكون هو المحامي تبعه ويدافع عنه على الباطل تبعه، هون بتصير هاي الوكالة ما فيها الحالة غير جائزة.